كان نقول على اساس التوقف ديال 3 أشهر اللي خلف بعد المآسي الاجتماعيه على السائقين وعلى المستغلين، وبعد تراكمات ديال الديون وعلى الطريطات اللي تكبدت على هاد السائقين بعد الجلوس ديال 3 أشهر، كنستبشروا خير بعد هاد اليومين بحركه واستبشار من الوزاره على اساس ان غادي نخدموا. بدينا خدامين هاد اليومين، وقعت تنقلات ما بين مدينه اليوسفيه، الدار البيضاء، الرباط، بالرشيد، الصحراء كامله مشاو لها الطاكسيات. بعد هاد اليومين كان نتفاجئ بواحد المذكره من السيد وزير الداخليه على انها كتنص على منع التنقل، على منع التنقل بمنع التنقل ما بين ولو في زون اه، كنا كنتنقلوا في زون اه غير بالبطائق، بطاقه ديال التعريف. فاذا به اليوم كان كتجينا واحد المفاجاه، يقول لك لا، التنقل ما بين زون اه كيتمنع، كيتمنع ولو برخصه ديال المواطن من السلطات المحليه، ما كيتنقلش بها بتاتا لا لزون ا ولا لزون دو. بغينا نعرفوا حنا شي استفسار على هادشي. المدن الاخرى لحد الساعه راه باقا كتنقل، وعندنا اخوان حنا اللي عالقين دابا في الصحراء كيقول لهم خصكم رخص ديال التنقل اللي داخلين لزون ا ومنعوهم بالتنقل. هاد الحاله بغينا نعرفوا حنا اشنو الاستفسارات اللي غتكون فيها. كما سلف الذكر ان بعد سياره الاجره اللي خرجت الامس، عندنا غادرات مدينه اليوسفيه بلوطوريزاسيون ديال الامن وبدون تراخيص للركاب. فاذا بها كتوقف دابا في مدينه قلميم على اساس انهم كيقول لك الركاب بدون رخص فهم جائز يدوزوا، وبالنسبه للسائقين خصهم يتوفروا على رخصه ديال السيد الباشا ديال التنقل. فاذا بهم راه من الامس مع 4 ديال العشيه وهم محبوسين الى حدود الساعه، راهم باقيين ما داروا معاهم حتى شي حل. بغينا نعرفوا هذه القرارات علاش ما تكونش ساريه المفعول على جميع المدن. والان هذه الحاله كنعيشوها احنا بمدينه اليوسفيه، على انك يقول لك لا، خصنا الرخصه ديال السائق هو اللي يتوفر على رخصه ديال التنقل مع السيد الباشا. وحنا الان كنعيشوا، كنهضر لك على زون ا، هادشي في زون ا. اما بالنسبه لزون دو راه ضروري من رخصه التنقل ديال السلطات المحليه. الان كنتمناو من السيد العامل والسيد باشا مدينه اليوسفيه باش يحاولوا يشاركونا معاهم على الاقل في واحد الاجتماع على الاقل باش نفكوا هذا المشكل اللي واقع لنا دابا. فاذا كنتفاجئوا اليوم بمنع التنقل ما بين الجهات ما بعد الوقوف ديال 3 أشهر، وكنتمناو منهم ان شاء الله. حنا كنقوموا بجميع الوسائل الاحترازيه ديال الوقايه، كنقوموا بالتعقيم، كنقوموا ب 50% ديال الركاب، كنقوموا بنقل 3 أشخاص. العوده كتكون عندنا فارغه من اي مدينه، ما عمرنا كنحاولوا ندخلوا الوباء المدينة اليوسفيه باش تبقى المدينه الحمد لله فيها صفر حاله. وكنتمناو من الحالات صفر حاله تبقى دائمه عندنا الى نهايه هذه الحاله الطوارئ اللي هي باقا. وهاد الناس اللي كنهضر عليهم انايا راهم في زون اه مكلينهم لهذا الحل ضروري، خاص السيد العامل يفك لنا هذا المشكل باي وجه كان ان شاء الله.